بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصل اللهم وبارك على سيد الخلق أجمعين. في العادة المعلومات والأفكار التي نأخذها بطريقة التلقين بأسلوب صب هذه المعلومات في الأذهان، هذا النوع من المعلومات والأفكار في العادة لا تصمد ولا تثبت ولا يمكن أن تنتج ولا أن تتحول إلى سلوكات. أما الأفكار والمعلومات التي نصل إليها بالاستنتاج، بالحوار، بالمحاججة، فهذه هي التي تتحول إلى يعني تصورات، ويكون منها الإنتاج، ويكون منها التفاعل، وتتحول إلى سلوكات وإلى أخلاقيات. وهذا ما نجده في القرآن الكريم. القرآن الكريم في عرضه للكثير من المعتقدات والكثير من المعلومات كان عرضها بطريقة المحاججة، بطريقة الحوار. فنجد في القرآن الكريم يعني مشاهد عديدة من الحوار بين الله وملائكته، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، إلى آخر الآيات. حوار كذلك بين الأنبياء وأقوامهم، قال فمن ربكما يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، قال فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. بل انظر إلى ذلك السؤال الذي سأله سيدنا إبراهيم عليه السلام لربه، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، وجهه إلى عملية تجريبية. فهذا هو ديننا، لا يمكننا أن نعيش هذه التعاليم وأن نحول هذه المعتقدات إلى تفاعل وإلى سلوك إذا لم نأخذها بطريقة الحوار وبطريقة المحاججة، فتثبت في العقول وتتمكن منها الأفئدة. فنسأل الله عز وجل أن يرشدنا وأن يسددنا. آمين، والسلام عليكم.